بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. منتخبنا عمل إنجاز، منتخبنا عمل فرحة في الشعب المصري، حالة فرحة بنعيشها يوم ورا يوم مع كل الناس. تمشي في كل مكان تلاقي في ابتسامة، في أمل، في حوارات جديدة. الحوارات الجديدة القرعة إمتى؟ الحوارات الجديدة هنلعب مين؟ الحوارات الجديدة شفت الجون، شفت مش عارف ايه. كل واحد بيفتكر له لحظة، بيفتكر له مشهد، لأن ده لقاء تاريخي. كل واحد عنده ذكرى لهذا اللقاء. اللي كان قاعد في الاستاد عنده ذكرى لما جه الجون الأولاني، لما جه هدف التعادل، رد فعله عمل ايه، نط حضن مين. الدنيا في ناس أهمى عليها، في ناس مش عارفة تتكلم، في ناس ما كانتش عارفة تعمل ايه، في ناس بعد هدف الفوز راحت احتفلت في حتة تانية عكس اللي. كل واحد عنده ذكرى مع هذا الإنجاز التاريخي. فحوار اليومين اللي فاتوا، انت عملت ايه بعد الماتش، اتفرجت على الماتش مع مين، احتفلت ازاي، الكلام ده كله حاجة جميلة جدا. وهو ايفنت واكشن اتعمل من منتخب مصر. الف الف مبروك. وشفنا مع حضراتكم تكريم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اجتمع بلعيبة المنتخب امام كل قادة القوات المسلحة، وهو بيحتفلوا باحتفالات نصر اكتوبر الا مجيد. والنهارده بقى نخش النادي الاهلي بيقيم تكريم لكل اعضاء المنتخب من جهاز فني، من اعضاء اتحاد الكوره ومن لعيبه. حاجه جميله جدا ومبادره جميله جدا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر، انك دايما تكون عندك خدمه مجتمعيه، وهي دي سوشيال ريسبونسبيلتي، ولكن هي جايه في صلب موضوع النادي الاهلي وهو كره القدم. فلما تاتي هذه المبادرة، مبادرة سريعة، مبادرة لها رد فعل ولو قيم. النادي الأهلي دائما بيحتفي بكل إنجاز وطني. النادي الأهلي هو قوام منتخب مصر، في 9 لعيبة من لعيب في النادي الأهلي. ولو حسبت لك اللعيبة المحترفة اللي أصلا من النادي الأهلي هتلاقي أغلب المنتخب ما عدا محمد صلاح كانوا لعبوا في محمد صلاح وعبد الشافي وطارق حامد، الباقي كله لعب في النادي الأهلي في قوام منتخب مصر. ادي المهندس محمود طاهر وهو بيكرم محمود فايز طبعا الجهاز الفني والمدرب المساعد والمترجم، كابتن سيد حفيظ متواجد، كابتن هاني ابو ريده، دكتور ياسر ايوب، كابتن حسام البدري، كل قيادات النادي الاهلي ممثله في مجلس الاداره برئاسه المهندس محمود طاهر، وكل اعضاء الجهاز الفني وكل المسؤولين داخل منظومه القلعه الحمراء، وحتى شايفين البانر اللي موجود والخلفيه روسيا 2018. حاجه جميله كل ما تشوف اللوجو بتاع كاس العالم دوت تفرح، كل ما تشوف الانجاز اللي حصل وتفتكر ان انت رايح لكاس العالم تفرح. وادي الاحتفال وادي التكريم، كابتن اسامه نبيه واحد من النجوم الخلوقه الصراحه، وادي تكريم خاص ما بينه وما بين المهندس محمود طاهر، وادي المهندس هاني ابو ريده. كان في فرحه، في احتفاليه، في ود، في تآلف. هي ده المعنى الحقيقي للرياضه، هو ده المعنى الصحيح للرياضه. الرياضه مش بس ان انت بتنافس في الملعب، الرياضه مش بس ان انت بتقاتل داخل الميدان، ولكن الرياضه ان في اسره رياضيه واحده، في تآلف بره المستطيل الاخضر لكل مجتمع. ادي المخصص الاحمال البدنيه اللي موجود مع مستر كوبر. ولو شفتوا حضراتكم هنا المهندس محمود طاهر ظاهر كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي بشياقته، بانقته، باللباقه، بالاسلوب، بالوقار. ولكن لو هفكر حضراتكم يعني منذ يومين المهندس محمود طاهر وهو بيتفرج مع الجمهور على لقاء منتخب مصر، اتفرج بقى وهو مواطن عادي وهو مشجع لمنتخب مصر، وردود الافعال وكله يعني حدث معاه نفس الاحاسيس وشارك نفس الوجدان. ولما جت التعادل ردود افعاله، لما جه هدف الفوز نط من مكان، كلنا كل قفز في مكانه. كابتن حسام بدري في الاستوديو التحليلي في احدى القنوات ما كانش قادر يمسك، ما حدش عارف يشوف البنالتي. في ناس كتير، ناس عظماء، نجوم كبار تسالهم انت ادي بص حضراتكم ده هدف الانتصار، وادي الفرحه، الناس كلها بتجري، وادي اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وادي المهندس محمود طاهر. بصوا هنا الدنيا مختلفه تماما، هنا واحد من الناس، واحد من الجمهور، واحد من العشاق، وهنا مجلس اداره النادي الاهلي بقى في الجانب الاخر، وهو بيكرم النجوم الكبار، النجوم الصراحه اللي بيستاهلوا كل خير. شوفوا رد الفعل، شوفوا رد الفعل، الفرحه حلوه يا جماعه. المهندس سيادة اللي هو شين شمس نفسه بوقاره واسلوبه، بصوا بينط ازاي يعني من مكانه، وافراد الامن وليد مهدي، استاذ محمد جمال، ولي اعضاء مجلس الاداره كمان، حاجه يعني جميله جدا جدا. بصوا الاعضاء والتفاعل، كانك
قاعد مع حد من حبايبك، كانك قاعد مع حد من قرايبك. وانت على فكره مش شرط والله، انت لو ماشي في الشارع ومصر جابت جون هتحضن اي حد، وانت في الاستاد ومصر جابت جون برضه يعني مع الفرحه بتبقى انطلاقه جميله جدا. وشفنا صراحه يعني لما يبقى في فرحه تخلي ذوي الاحتياجات الخاصه بينطوا من مكانهم وبيتنططوا وبيتشقلبوا وبيرقصوا، ولا احسن لاعب اكروبات. فيعني تخيل بقى الدنيا بتبقى عامله ازاي، والصواريخ وكل حاجه حلوه، الفرحه جميله. شعب مصر محتاج دايما للفرحه، محتاج ان هو يطلع همه في كره القدم. كره القدم هي متنفس الشعوب، ولو قلت لحضراتكم على كره القدم وشعب مصر يقول لك شعب مصر دمه كوره، شعب مصر بيتنفس الكوره يعني. ودي اي مدير فني اجنبي، وكان ليا الشرف ان انا اشتغلت مساعد مع بعض المديرين الفنيين الاجانب، يقول لك الموضوع هنا في مصر وانت بتمشي في الشارع الكل بيتكلم معاك في الكوره، الكل بيتكلم معاك في الكوره. عندك 104 محلل كروي، عندك 104 فاهم كوره، عندك 104 يحط لك تشكيل ما يحطوش اي حد، ويعمل لك توليفه خاصه بيه، ويعمل لك وجهه نظر خاصه بيه، ويدي لك نصايح، ويتكلم معاك في كذا، ويقول لك على كذا. وادي بص الناس كلها بتجري، ما انت مين بقى ولا مين؟ مين بقى ولا مين؟ فرحه انتصار وفرحه تاهل، والدنيا ولعت في ملعب برج العرب. ورساله مره ثانيه وثالثه، الكوره تحتاج للجماهير، واللعيبه محتاجه للجماهير، المنظومه محتاجه للجماهير، الدوري محتاج جماهير، كاس مصر محتاج جماهير، وصلنا كاس عالم بالجماهير. يعني وصلنا كاس عالم بالجماهير، ماتشات منتخب مصر اللي كانت هنا وكانت مع قرابه، سواء ماتش اوغندا، سواء ماتش الكونغو، سواء ماتش غانا، الماتشات اللي انت كسبتها بالجماهير، النادي الاهلي مشواره في دوري ابطال افريقيا بالجماهير، كل ده بالجماهير، الجماهير هي اللي بتدفع المسيره للامام، الجماهير اكبر عنصر مؤثر في اللعبه. يعني ما انت بتبني استاد بتبني مدرجات، ما انت لو كنت تبني ملعب بس ما تبنيش مدرجات، ما حدش يجي يتفرج. الوضع مختلف تماما، وادي كل شويه تتفرج على الكوره ديت، محمد النني بيعمل السرو وتقول الحمد لله، الراجل قشطها كده بدماغه وراحت لمحمد صلاح استلمها، والناس تقول لك طولت منه، لا محمد صلاح سريع وعارف ان هو هيلحق. ناس تقول لك ده محمد صلاح ما بيعرفش يجيب اجوان، هو رد عليك وقال لك انا بعرف اجيب اجوان وعملتها تشيب لمسه سحريه. دي حاجات بقى رونالديني ورونالدو الكبير، رونالدو وريال مدريد، حاجات ميسي. شوف بقى مين اللعيب اللي انت بتحبه ووصف بقى الحطه بتاعت محمد صلاح في الهدف الاولاني ده زيها، مش اي حد يعرف يعمل كده، ده سنس خاص، لان هو عارف ان الجون هيطلع وياخد الاربع خطوات بتاعته ويقفل له الزاويه ويحطها بالشكل ده. وهنا منظر تاني، بص مين اللي بيعمل السرو، حجازي، ومين اللي بياخد ضربه الجزاء، ده تريزيجيه، ده بتبدأ ده بيلعب ايه وده بيلعب ايه، ده واحد مساك ايه اللي جابه هنا، وده واحد جناح يمين ايه اللي جابه هنا. ما انت عايز تتاهل كاس عالم لازم تعمل الكلام ده، لازم يبقى عندك لا مركزيه في الاداء، ولازم يكون عندك نزعه هجوميه. خلاص يا روح ما بعدك روح، يعني دوت اورداي اعملها او خلاص الدنيا كلها تروح. وبص بعد ضربه الجزاء الكل رايح على تريزيجيه بيهنيه، ولكن لسه انت ما كنتش متوقع مين اللي هيشوط ضربه الجزاء اول سؤال، ويروح شخصيه وقائد، قائد محمد صلاح قائد، الكل خلاص راح على الحكم بكاري جسمه اللي صراحه يعني قرار جريء انه ياخد ضربه، هي ضربه جزاء صحيحه. وما تسمعوش اي حد بقى يطلع لك في اي دوله يقول لك مش ضربه جزاء والكلام دوت، ما تاخدوش في بالكم، يعني ما تاخدوش في بالكم الكلام دوت، ضربه جزاء كل الخبراء سواء بقى المصريين وغير مصريين قال لك ضربه جزاء صحيحه. كان معانا كابتن شطه في احدى المداخلات يعني بيتكلم على التحكيم، لا التحكيم على اعلى مستوى في هذا اللقاء، واحنا نتمنى ان يكون الكلام دوت موجود في لقاء النجم الساحلي. هنا بقى بص محمد صلاح، وبص هنا اهات الجمهور والدعوات، دعوات الملايين اللي صعدت مصر كاس العالم، والله دعوات الملايين. وادي الراجل بيقرا القران قبل ما يخش ويحطها بهذه الطريقه ويحطها بالقوه ديت وبالثقه ديت، الراجل عنده ثقه، هو الشعب بيثق في محمد صلاح، زملائه بيثقوا في محمد صلاح، ومش بس في منتخب مصر، نفس الشيء في ليفربول وفرض نفسه على الكل، نفس الشيء في روما فرض نفسه على الكل، نفس الشيء في بازل وفي فيورنتينا فرض نفسه على الكل. والناس اللي كانت بتنتقده في تشيلسي نفسي اسمعهم دلوقتي، كنت منادي بقالي ثلاث سنين لهم محمد صلاح ما خدش فرصته في تشيلسي ما تنتقدهوش، يقول لك لا لا يصلح في الدوري الانجليزي. يا باشا طب بناء عليه هو خد فرصته عشان تقول لا 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 لا، اصل الدوري الانجليزي ده دوري صعب مش اي حد،
يا عم احنا ما نقدرش نوصل. لا قدرنا نوصل اهو، لنا لعيب مكسر الدنيا في ليفربول، واصبح محمد صلاح وما فعله حوار العالم كله، كل وسائل العالم تكلمت على محمد صلاح، واكثرها صحف انجلترا نفسها. يعني صحف انجلترا تحدثت على هدف والاول والثاني لمحمد صلاح اكثر ما تحدثت عن هدف هاري كين اللي صعد بانجلترا الى المونديال. ده كلام مهم جدا، وكلام يبين لك قيمة وفاليو هذا اللاعب العظيم. وعندك برضو حجازي موجود في الدوري الانجليزي وبيشارك، وعندك رمضان صبحي، وعندك النني، وعندك سام مرسي بيشارك في الدرجة الثانية مع ويجن، وعندك المحمدي أستون فيلا، عندك مجموعة برضو صراحة حرام يبقى عندك 15 محترف واغلبهم في الدوري الانجليزي وما تحترق وما تروحش. وصراحة عودة مرة أخرى زي ما قلت لحضراتكم يوميها، ايجيبت از باك، قالها إيرفيري نار في كاس الامم لو تفتكروا لما خسر، قال لك ايجيبت از باك وهو مدرب للمغرب، قال لك ايجيبت از باك، اول تصريح لو حضراتكم تتذكروا قال لك ايجيبت از باك. وايجيبت از باك وضع مصر وكينونه مصر داخل الخريطه مش بس الافريقيه، مصر تتصدر التصنيف الافريقي والعربي ومنذ فتره، وان الاوان لتعود الكره المصريه الى افضل من سابق عهدها باذن الله مع هؤلاء النجوم ومع الدعم. احنا محتاجين من اتحاد الكوره، لا لازم يبقى في شغل كتير ولازم يبقى في تحضير. عندنا القرعه في ديسمبر، عندنا مدرب واعي، مدرب ذكي يبتدي تشوف انا هلاعب انهي قرعه، انهي دول، واشوف المدارس اللي قريبه من هذه الدول وابتدي اعد نفسي افضل اعداد. عندي نقص في بعض المراكز، عندي نقص في راس الحربه، عندي مشكله في راس الحربه لازم احلها، عندي مشكله في مين بديل عبد الشافي لازم احلها. الكلام ده كله يجب الجهاز الفني ان هو يحطه في دماغه، ودي حاجه من الحاجات المهمه. وارجع تاني واشيد تكريم النادي الاهلي لرجاله منتخب مصر بالكامل، ده حاجه تحسب ومبادره تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي ممثلا في رئيس مجلس ادارته محمود طاهر وكل اعضاء مجلس الاداره وكل القائمين والعاملين في منظومه النادي الاهلي. صراحه تكريمهم لإنجاز، إنجاز يحسب لمصر. والنادي الأهلي دايما هو نادي الوطنية، هو نادي الشعب، هو نادي حب الوطن، هو نادي اللي بيعلمك يعني انتماء. أدي مؤمن زكريا واحد من ولاد النادي الأهلي وما لعبش الماتش، بس بص الفرحة، بص الحب، بص الانتماء، تتعلم كل الكلام دوت من النادي الأهلي. حاجة جميلة جدا 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 الصراحة، وألف شكر للمهندس محمود طاهر وباقي مجلس الإدارة. نروح لماتش الاهلي والنجم، والنادي الاهلي يتسلم وفقه امنيه بحضور 40,000 متفرج. مسؤول الامن وافقوا على حضور 40,000 متفرج للقاء النجم الساحلي اللي هيقام يوم 22 او 21 اكتوبر المقبل في لقاء الاياب من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي كان متاخر بهدف وتاخر بهدف هدفين مقابل هدف في سوسه امام النجم الساحلي، كان الاول حددوا 25,000 والنادي الاهلي طلب 60 والامن وافق على 40. صراحه هنا في نداء، ويا ريت زمايلي في الاخراج يجيبوا لنا كده بس منظر الجمهور وهو في ملعب التتش قبل ماتش الترجي. ملعب التتش قبل ماتش الترجي وملعب برج العرب اللي حصل في منتخب مصر واللي حصل حتى في ماتش الاهلي والترجي التونسي بيوري لك الجمهور قد ايه عالم المؤثر. منتخب مصر في 6 دقائق او في 5 دقائق كان بره المونديال. وبالدعوات وبالجمهور وبالدعم وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى رجع المونديال. دخل جوه مونديال روسيا. فاحنا نفس الشيء بالنسبه للنادي الاهلي. تعادل مع الترجي التونسي هنا 2-2، ماتش صعب جدا، الجمهور حضر في التتش حفز اللعيبه، الاهلي راح كسب الترجي هناك. فهنا لا، النادي الاهلي محتاج نفس عدد الجمهور اللي راح برج العرب في لقاء مصر امام القطر. النادي الاهلي نفس التمثيل الوطني اللي كان بيمثله مصر. انا بمثل مصر في دوري ابطال افريقيا وانا الممثل الوحيد كنادي اهلي، ومن حقي ان يكون عندي اكبر عدد جمهور. ماتش صعب، ماتش مش سهل، نجم فرقه غلسه بلغه الكوره، فرقه رخمه تعرف تقفل كويس قوي عكس فرقه الترجي. فرقه كوره لا، النجم فريق تكتيكي من الطراز الاول، محتاج دعم جمهوري لان الماتش هيمشي فيه سيناريوهات هتبقى صعب.
والسيناريوهات الصعبه الجمهور اللي بيحلها، وتشجيع الجمهور هو اللي بيحلها، وتحفيز الجمهور هو اللي بيحلها. فماتش المنتخب ابرز دليل بالنسبه لك. فيا ريت مره ثانيه نكمل ان النادي الاهلي، سياده الوزير بعد اذنك سياده الوزير، النادي الاهلي يحتاج الى 60,000 متفرج اصوات بمنتخب مصر. وهتلاقي الملعب مملي قبل اللقاء بخمس ساعات، وهتلاقي الملعب كله تشجيع جميل وكله منظر حضاري لون احمر هيكسر الدنيا. المنظر اللي شافه لعيبه منتخب الكونغو وهم نازلين ورعبهم هيشوفوه ان شاء الله. وباذن الله نفس الدعم اللي حصل بعد ما منتخب مصر دخل فيه هدف التعادل هتلاقي نفس القصه موجوده في لقاء النجم الساحلي. لو حضراتكم تتذكروا ماتش الترجي النادي الاهلي شباكه اتقبلت هدفين. هدف تاني كان غريب في بدايه الشوط الثاني، بصوا دعم جمهور النادي الاهلي والتشجيع خلى الاهلي يعود الى اللقاء ويحرز هدف التعادل. الجمهور هو اللاعب رقم واحد. ومش هقول لك بس الكوره للجماهير، ده هي الكوره معموله اصلا للجمهور. مرة تانية يا ريت الأمن يوافق لنا على 60 ال 20,000 متفرج، الفرق ما بين ال 40 وال 60 يصنعوا فارق، لو كل واحد فيهم بس قال يا رب يصنع فارق داخل الاستاد إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق وعلى أعلى استعداد. النادي الأهلي عنده ماتش الاتحاد، وإحنا معانا مراسلنا مراسل قناة النادي الأهلي محمد سعيد. مساء الخير يا محمد. صباح الخير يا محمد، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. الاول عايزك تكلمني، انت كنت موجود في تكريم مجلس اداره النادي الاهلي لاتحاد الكوره ومنتخب مصر ونجوم منتخب مصر، عايزك توصف لي الحاله كانت عامله ازاي. انت كنت موجود، اكيد كانت احتفاليه جميله، اكيد كان احتفاء جميل جدا، والنادي الاهلي دايما دايما سباق في هذه الامور. صحيح محمد، يعني كان احتفاليه جميله جدا ورائعه، وتشعر بالدفء لما تكون داخل بيت النادي الاهلي، يعني النادي رقم واحد على المستوى الرياضي وعلى المستوى القروي في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الأفريقية، بيحتفل بمنتخب بلده اللي تأهل لكأس العالم. عايز أقول لك كان شعور جميل جدا من أسرة النادي الأهلي تجاه المنتخب الوطني. هيكتور كوبر كان سعيد جدا بهذه اللافتة، ويمكن أكد أنها أول مرة يشعر بها كمدير فني أن نادي بيقرم منتخب على إنجاز اتحقق. يعني قال لك إحنا دايما بنشوف الاتحادات هي بتقرم الأندية، لكن لما قيمة النادي الأهلي لما يقرر منتخب بلده على إنه حقق إنجاز، ده ليه معنى كبير. كمان إنك تسلم درع أو تسلم هدايا تذكارية بشكل الهرم، وكأنه طبعا يعني يعتبر ده يعني رمز مهم جدا، وهيكتور كوبر أدى سعادة جدا كمان بالهدية التذكارية أو بالدرع اللي تم استلامه اليوم من المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. فبالتالي كان هناك سعادة غامرة لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، شعرت بهذه السعادة أيضا لدى الجهاز المعاول هيكتور كوبر، أسامة نبيه، محمود فايز، فانتا، حتى مدرب الأحمال، كلهم كانوا سعداء. يمكن الكابتن أحمد داجي ما كانش غريب لأن هو ابن المكان وابن النادي، فالأجواء دي بالنسبة له طبيعية، يمكن ما كانش فيه أي يعني كان حاسس إن هو في بيته، لكن الباقي بجد أنا كنت شايف على وجوههم علامات الإعجاب السعاده داخل طبعا وجودهم داخل النادي الاهلي. حتى الاجتماع مع المهندس محمود طاهر والمهندس هاني ابو ريده قبل الحفله بنص ساعه كان كمان بيتكلم عن المنتخب وازاي ان شاء الله مروان محسن كمان بيستعد للمرحله القادمه. حتى هيكتور كوبر سال على مروان محسن جاهز امتى ويقدر ينزل ملعب امتى، لان الراجل بيهتم جدا باي لاعب خلال الفتره القادمه. فلا يعني كان حفل ممتاز جدا، اللعيبه كلها شعرت بدفء، كل كان مبسوط بهذا التجمع. يمكن ده اول تكريم من نادي للمنتخب بعد انجاز التاهل لكاس العالم، واول تكريم طبعا لاتحاد الكره على المستوى الانديه الرياضيه. يعني النادي الاهلي دايما بيبقى سباق، خطوه ممتازه جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي والكل اللي كانوا موجودين النهارده والجهاز الفني للنادي الاهلي الكابتن حسام البدري اللي كان حريص بعد نهايه التمرين مباشره الجهاز الفني بالكامل بقيادته مع افراد الجهاز المعاون كابتن احمد ايوب، سيد معوض، طارق سليمان، كلهم كانوا موجودين. كابتن سعد عبد الحفيظ، محمد عايز اسالك سريعا ماذا حدث في التمرين؟ خلاص بقى نخش في النادي الاهلي واستعداداته للقاء الاتحاد، ماذا حدث النهارده في تمرين النادي الاهلي؟ التمرين النهارده تقدر تقول العناصر كلها اكتملت، كل المجموعه اللي كانت بعيده عن الفريق خلال الفتره السابقه نتيجه الاجنده الدوليه كانت متواجده النهارده
مع كابتن حسام البدري في التدريب. الجهاز الطبي اطمأن على حاله كل اللاعبين الدوليين اللي عادوا من معسكر المنتخب الوطني، كلهم الحمد لله في حاله فنيه وطبيه وبدنيه متميزه، شاركوا النهارده في التمرين بشكل طبيعي. حسام عاشور اطمنك عليه، دخل في التقسيمه الجماعيه وكان متواجد النهارده في التمرين بشكل قوي. هشام محمد يمكن ما زال هناك تحفظ طبي على مشاركته. طيب عبد الله السعيد، وعبد الله السعيد النهارده كان بيجري اشعه عشان يعني يعرف مصيره خلال الايام القادمه، وبناء عليه يتم وضع البرنامج التاهيلي. لكن ان شاء الله الاشعه بكره الدكتور خالد هيطمن من خلالها على حاله عبد الله ومدى امكانيه لحقه ان شاء الله مباراه النجم. وعشان كده حتى عبد الله السعيد كان الغائب الحاضر النهارده عن تكريم المنتخب الوطني، لكن كل الحمد لله شارك، كل كان موجود، شريف اكرام انضم لتدريب الحراس، وان شاء الله بكره التمرين هيبقى الساعه 5 والفريق يخش في معسكر بقى استعدادا لمباراه الاتحاد. عندنا مباراتين في الدوري المحلي، هننتظر بقى نشوف الجهاز الفني هيتعامل ازاي ما بين طبعا ان هو بيفكر في مباراه النجم. طيب وبين محمد عايز اسالك، معلول انضم؟ علي معلول النهارده كان موجود في التمرين وانضم، كل اللعيبه بلا استثناء معلول وباقه، كل اللعيبه كانت موجوده. لسه اسالك على باقه. كل اللعيبه النهارده كانت موجوده، اول تمرين النهارده يتجمع فيه كل اللاعبين. طيب عايز اسالك برضو على حاله باكا، هل كان متالق في التمرين؟ هل في امكانيه ان هو ممكن يشارك في ماتش الاتحاد؟ امكانيه مشاركته في مباراه الاتحاد بصراحه لا، يعني غير المعلومه، لان حتى كمان امكانيه ان في راحه للاعبين الدوليين زي علي معلول واحمد فتحي ورامي ربيعه عن مباراه الاتحاد السكنديه كلها يعني وجهات نظر لكن ليست معلومات رسميه، فده هيتضح بكره بعد اعلان القائمه. لكن باكا النهارده في المران ظهر بشكل طيب، هو اداؤه متميز جدا، لمسته سريعه، حركته سريعه، والنهارده الجهاز الفني كان عامل تكتيك كده في طريقه الدفاع والهجوم، ففي عناصر كثيره تميز بدرجه حتى من قوه التمرين. في البعض اتعرض لاصابات لكن الحمد لله الاصابات طفيفه والكل كمل التمرين. طيب واجاي كان ايه حالته؟ لا شارك في التمرين بشكل كويس، لا كل العناصر شاركت النهارده، يعني ما كانش في حد غايب سواء هشام محمد وعبد الله سعيد كان في بيعمل اشعه وكان بيدري تدريبات تاهيليه داخل غرفه خان لابس، لكن الكل كان موجود، اجاي، وليد سليمان، مؤمن زكريا، الكل شارك، الكل كان موجود بشكل جيد، وده بيدي اريحيه للجهاز الفني ان العناصر كلها تكون موجوده معاه قبل المباريات المحليه ومباراه النجم الساحلي. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، تغطيه وفيه عن ما حدث اليوم سواء في التمرين او في تكريم مجلس اداره النادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا. هروح مع حضراتكم لتصفيات كاس العالم، هروح لحضراتكم لماتش مصر كلها كانت بتامل بصراحه، منتخب سوريا النهارده يعمل حاجه، ولكن بغض النظر ان منتخب سوريا لم يوفق وتاخر بهدفين مقابل هدف امام المنتخب الاسترالي، ولكن ان منتخب سوريا يظل يصمد والى هذا الحد اللقاء الاولاني يتعادل ثم يخسر اليوم، وعفوا كان اللقاء الاولاني خسر والنهارده كمان بيخسر فارق هدف، ويكون ند للمنتخب الاسترالي في ظل كل الامور اللي موجوده في سوريا، ده انجاز غير طبيعي صراحه. مشهد ملعب سيدني في استراليا ومنظر الجمهور السوري وهو موجود في ملعب استراليا نفسه في ملعب سيدني، ده حاجه فخر للعرب ان وجود سوريا بعد كل الحاجات الصعبه، بعد كل المآسي الصعبه اللي مر بيها الشعب السوري، انك تلاقي هذا المشهد من هذه السيده في استراليا، عالم كله بيشاهد هذا المنظر، دي رساله من سوريا للكل ان احنا لسه موجودين، لسه هنحاول، لسه هنقاتل من اجل ان نصمد، وان شاء الله ترجع سوريا كسابق عهدها من يعني اكبر واقوى الدول العربيه والاقرب الى مصر. انتوا عارفين ما بيننا وبين سوريا علاقات تاريخيه. لقاء منتخب سوريا صراحه كان ابتدى في عمر السومه نجم منتخب سوريا ونادي الاهلي السعودي، سجل في بدايه المباراه امام منتخب الاسترالي في الدقيقه 6 والدنيا اتقلبت، يعني كل ساعتها شعر ان سوريا قد تفعلها، كل شعر ان سوريا قادره انها تفعلها، وكفايه السجده اللي حصلت في ملعب اف سي سيدني في استراليا. ولكن المخضرم تيم كاهل لاعب نادي ايفرتون السابق وواحد من النجوم الكبار في الكره العالميه، واحد عنده خبرات كبيره جدا، لعب اكثر من 12 سنه في الدوري الانجليزي وبيسجل هدف التعادل في الدقيقه 13، لعبوا وقت اضافي لان تم التعادل، هم كانوا هناك متعادلين 1-1 في ماليزيا، انا قلت للاسف خسر ولكن معلش من حزني على الخساره غلطت في النتيجه الاولانيه، نتيجه الذهاب 1-1،
ولكن في الإياب تعدوا 1-1 وده إنجاز تاريخي. من 90 دقيقة منتخب السوري لم يهزم أمام منتخب الأسترالي في أستراليا. وفي حصلت حالة طرد للمنتخب التونسي لمحمود المواس، وما كانتش تستحق الصراحة حالة طرد، وكانت حالة طرد قاسية إلى حد ما من الحكم. ثم في الدقيقة 109 يستطيع تيم كاهل في أنه يحرز الهدف الثاني لأستراليا، والعرضة بتحرم سوريا وتحرم أمال الشعب العربي كله في تأهل المنتخب السوري للمرحلة القادمة. المرحلة القادمة اللي هيكسب من هذا اللقاء هيواجه بطل من أبطال أو واحد من منتخبات أمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية يعني ممكن تلعب أمريكا، ممكن تلعب كندا، ممكن تلعب هندوراس، ممكن تلعب ترينداد وتوباجو، يعني عندك منتخبات. طبعا أمريكا منتخب كبير، منتخب الكندي مش على قد كده، فممكن كان تشوف سوريا في كأس العالم، يعني زي ما شفنا مصر ممكن تشوف سوريا. دي حاجة كانت من الحاجات اللي كنا بنتمناها، ولكن هارد لك سوريا صراحة، حاجة مهمة جدا وكنت فخر للعرب. نكمل بقى كلامنا، نخش بقى في قارة أوروبا والبرتغال وكريستيانو رونالدو والمدير الفني فرناندو سانتوس بتفوز على منتخب بولندا في منتخب سويسرا عفوا بهدفين مقابل لا شيء. صراحة البرتغال مع كريستيانو رونالدو حاجة تانية، البرتغال مع فرناندو سانتوس المدير الفني اللي حصل معهم على بطولة أوروبا حاجة تانية. استطاع المنتخب البرتغالي انه يسجل هدفين، الهدف الاول احرزه المدافع روسيا سويسرا في مرماه، ثم الهدف الثاني احرزه المهاجم اندري سيلفا مهاجم فريق اي سي ميلان، عشان بتختم البرتغال المجموعة بي المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة ولكن فارق الاهداف، وتتأهل هي مباشرة الى كأس العالم. فرنسا هي كمان تأهلت لكأس العالم، السويد هزمت امام هولندا بهدفين مقابل لا شيء، ولكن فارق الاهداف ذهب بالمنتخب السويدي الى الملحق افضل ثواني. وللاسف المونديال القادم مش هنشوف روبن، مش هنشوف سنايدر، مش هنشوف ديباي، مش هنشوف نجوم المنتخب الهولندي في كاس العالم المقبل. واصبحت هولندا يعني سبحان الله في 2014 توصل سيمي فاينل، والمنتخب والمونديال اللي بعده ما نشوفهمش، هما بيمشوا على سطر ويسيبوا سطر. نروح لمجموعه سي، مجموعه المانيا. المانيا تاهلت طبعا مباشره مفيش كلام، وايرلندا الشماليه بتصنع الفارق وتصنع المعجزه وتتاهل على حساب جمهوريه التشيك في التصفيات الاوروبيه. انتوا عارفين حضرتكوا في اوروبا بيبقى في 14 مقعد في كاس العالم، اول تسع مجاميع اول اوائل تسع مجاميع بيتاهلوا وبياخدوا افضل 8 ثواني بيلعبوا الملحق عشان يتاهل منه بقيه ال 14، يعني نتكلم على ست فرق تتاهل الى كاس العالم. معاك المجموعه الثانيه، صربيا تاهلت وايرلندا العاديه بتتاهل الى الملحق الاوروبي بعد ما جت بعد صربيا. بولندا ليفندوفسكي تتأهل مباشرة، ثم تأتي الدنمارك دنمارك إريكسن لاعب فريق توتنهام. بجيب لحضراتكم برضو لعيب من أفضل اللعيبة اللي في المنتخب عشان يعني تتنشطوا معنا كده وتفتكروا. تأهلت أيضا للملحق الأوروبي مباشرة. عندك إنجلترا تأهلت طبعا بهدف هاري كين، ثم عندك أسبانيا طبعا متأهلة كرأس مجموعة، إيطاليا تأهلت لأحسن ثواني، وعندك بلجيكا طبعا تأهلت، واليونان تحقق صراحة مفاجأة انها بتروح للملحق الاوروبي، وايسلندا المنتخب اللي يحتاج دراسة. منتخب ايسلندا في اليورو اذهل العالم، منتخب ايسلندا بيتصدر مجموعة فيها كرواتيا واوكرانيا وتركيا وفنلندا، فكل الدول دي كتاريخ احسن من ايسلندا بكتير جدا، ولكن منتخب ايسلندا بيصنع التاريخ. يعني من ثلاث سنين لو سالتك فين ايسلندا اصلا كدوله ما حدش هيعرف، ولكن دلوقتي المنتخبات ديت عندها كمان 22 نقطه، وكرواتيا في المركز الثاني ب 22 نقطه. وايضا يعني لازم كنت تشوف برضو مودريتش وراكيتيتش والنجوم الكبار ومانزوكيتش طبعا لازم تشوفه في المونديال. دي حاجه من الحاجات اللي كانت موجودة النهاردة. خليني برضو أخذ حضراتكم أن في لقاء هيقام اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية في منتهى القوة، أو أبرزهم الأرجنتين والإكوادور، والإكوادور لو كسبت
او تعادلت الارجنتين وضعها صعب جدا جدا جدا، وكترة المنتخب الارجنتين وميسي بقى واجويرو ودي ماريا وكل الناس الكبار ديت بره كاس العالم. بيرو وكولومبيا، كولومبيا لو فازت هيبقى عندها حظوظ كبيره، اورجواي ايضا لو فازت هي بعد البرازيل مباشره، باراجواي وفنزويلا، باراجواي وفنزويلا متزايل الترتيب، باراجواي لو كسبت كل المنتخبات دي لو كسبت ومعاها تشيلي امام البرازيل، البرازيل متاهله، لو عملوا نتائج ايجابيه والبرازيل ما عملتش حاجه هتبقى الامور صعبه. هتقولي لي الارجنتين ما عملتش حاجه، اقول لك الارجنتين لم تستطع الفوز على بيرو في الارجنتين في ملعب البومبونيرا. كل طبعا بيتمنى ان نشوف ميسي في كاس العالم، اكيد بيدي طابع وبيدي حاجات جميله جدا. منتخب الارجنتين من المنتخبات الكبيره ولكن ما عندوش شخصيه صراحه، منتخب الارجنتين هو منتخب اسامي فقط بيروح للمونديال ولكن لا يفعل شيء. ده كان اخر خبر معايا النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.